لما بتكلم بقى على البارشال ساتوريشن بالس سيكونسز، ممكن ان انا اعبر عنها بالشكل اللي انا شايفه هنا ده دلوقتي كده. عندي بقى عشان اكواير انا بحتاج ريبيت الانجل بتاعتي عدد من المرات، فاول مره تي ار تي ار تي ار تي ار وهكذا، وكل مره بعد الكلام ده هاخد ايه، هاخد اف اي دي، اف اي دي اعمل لها اكوزيشن، اف اي دي اعمل لها اكوزيشن وهكذا. زي ما كنت شفت قبل كده، انا كل مره بعد ال 90 ديجريز ببتدي من الصفر. اوكي، ببتدي من الصفر معناه كده ان انا هبتدي اجرو بالاكسبوننشال كيرف اللي احنا كنا شفناه اللي هو التايم كونستنت بتاعه تي 1. لما بعمل كده عند تي ار، اوكي، ببتدي برضو ان انا باخد الحاجه اللي هنا دي وانزلها في الاكس واي وابتدي اصور بيها، وبعد كده برضو نفس الكلام، اكرر نفس الكلام كل مره اوصل لتي ار او ما اعمل فليبنج فانزل تاني للزيرو وابتدي اصور تاني وهكذا. لو انا عملت كده هلاقي ان كل مره في النقط دي كلها، كل النقط دي هتبقى اول زي بعض، اوكي، وكل مره هاخد اف اي دي والاف اي دي هتبقى تي 1 ويتد، اوكي. فده بيديني سيكونس لو انا عملتها بالشكل ده يعني، وخدت الاف اي دي كده بالتي اي بتساوي صفر، يبقى معنى كده ان انا بتكلم على ان القيمه دي معتمده على قيمه التي 1 بكام. يعني لو عندي مثلا تي 1 اقصر شويه هلاقي ان هي مثلا تديني كيرف كده، يبقى معنى كده ان انا هنا، اوكي، فيبقى في كونتراست بين النقطه دي وبين النقطه دي، فالسيكونس بتاع ده هيبقى تي 1 ويتد. وفي الوقت نفسه انا طبعا عشان باخد السيجنال هنا مش هيبقى فيه تي 2 ويتنج خالص، اوكي. فالبارشال ساتوريشن سيكونس عموما بيديني تي 1 ويتد ايمج.